صلاة الفجر قصتها عجيبة، فضائلها كثيرة، آثارها على النفس عظيمة جدا. دعونا نتحدث في هذه الومضات البسيطة عن صلاة الفجر. نبدأ في البداية بالركعتين اللي قبل صلاة الفجر، يعني السنة اللي بين الأذان والإقامة. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعتين ربما لا تأخذ منكم كثرة دقائق، والسنة أنك تخففها أيضا. هاتان الركعتان عند الله سبحانه وتعالى خير من الدنيا وما عليها، فكيف بالصلاة الفريضة صلاة الفجر نفسها؟ لا تفوت على نفسك هذا الفضل العظيم الذي ممكن أن تحصل عليه في كل يوم. صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما جاء في صحيح البخاري: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يصعدون إلى الله سبحانه وتعالى فيسألهم وهو العليم سبحانه: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. انظر الشرف، وهم يصلون، وهم يصلون. أعظم وصف وأعظم فعل أن تفعل وأنت على هذه الأرض أن يتصل قلبك برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وخاصة الفجر يبدأ يومك مع الله سبحانه وتعالى.